طب على ذكر العنصرية، يتعرض الآن لاعبو فرنسا للعنصرية من قبل المشجعين الفرنسيين على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو انستجرام، مثلا تشاوميني، كومان، كولوموانيه. هؤلاء اللاعبون نشاهدهم بالفعل أدوا أداء رائع طيلة مباريات البطولة، إلا أنه في النهاية نتحدث عن اثنين من اللاعبين أضاع ركلة الجزاء فيما يتعلق بركلات الجزاء الترجيحية، والآن هم يتعرضون لعنصرية مفرطة من قبل الشعب الفرنسي. مثلا يقولون أعيدوهم إلى أفريقيا، لا نريدكم معنا، برغم من أنه مثلا مواني أحرز في المنتخب المغربي الهدف الثاني، برغم من أن كومان أداؤه كان رائع في المباراة النهائية، ومع ذلك يتعرضون لعنصرية ولبغض من قبل المشجعين الفرنسيين. ماذا تقول عن هذه الأخلاق؟ هو للأسف أنا سمعت تعليق كان جيد من أحد يعني لاعبي المنتخب الفرنسي من الأفارقة اللي هم اعتزلوا اللعب هناك، يعني وكان تعليقه واقعي جدا. يعني قال عندما يحرز المنتخب الفرنسي كأس العالم فهم فرنسيون، وعندما لا يحرزون كأس العالم فهم أفارقة. وهذه هي العنصرية البغيضة التي يرسخونها، التي يعني يبثونها من أفواههم ليل نهار، يعني تجاه الأفارقة وتجاه المسلمين. يعني كأس العالم الذي أحرزته فرنسا الدورة السابقة، ألم يكونوا هؤلاء اللعيبة كانوا يطيرون طاروا من الفرحة واحتفلوا، واحتفل الرئيس ماكرون بهذا بكأس العالم. لكن الآن عندما أضاعوا ركلات الجزاء، أنا واحد من الناس، أنا لا أعتبر ركلات الجزاء هي مؤشر على نجاح أو فشل الفريق للأمانة في المكسب أو الخسارة، هي بتكون فيها حظ كبير يعني، واللعيبة بيكونوا يعني عندهم ستريس كبير، يعني بيكون عندهم رهبة في يعني عند لاعب لما بيجوا يلعبوا ضربات الجزاء. لكن صحيح، للأسف لكن هم هذه هي العنصريات.